أهلا بكم. تصاعد الصراع بين شركاء العملية السياسية متجليا بهجمات الميليشيات المسلحة على المقرات الحزبية ومنازل عدد من المسؤولين والمؤسسات المدنية مثل مطار بغداد الدولي والمصارف وغيرها، في سياق ما بات يعتبره المراقبون صراعا متصاعدا على التقاسم الجديد للسلطة، والذي برزت نسخة هذا الصراع عقب الانتخابات الأخيرة وانحسار إطار الميليشيات التنسيقي وتقدم تيار الصدر في عدد المقاعد البرلمانية. ترافقت هذه الهجمات المسلحة مع حملة إعلامية شرسة لوسائل إعلام الميليشيات وفرق الموت الخاصة ضد الحلبوسي وبارزاني واتهامهما بتخريب البيت الشيعي وإضعافه، وللعمل لصالح أجندات خارجية على تقويض الديمقراطية وسلب حقوق المكون الأكبر وفق بيانات الميليشيات. صراع التقاسم الجديد للسلطة في العراق بعد الانتخابات الأخيرة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا ثمة تقاسم جديد للسلطة بين شركاء العملية السياسية يختلف عن التقاسم الذي أقر بعد العام 2003؟ وما الظروف والمعطيات الداخلية والخارجية التي أملت هذا التقاسم الجديد؟ ومن هم المتقاسمون الرئيسيون فيه؟ وهل هذا التقاسم الجديد للسلطة سيغير من واقع العراق الحالي شيئا؟ وبما يختلف هذا الصراع الجديد لتقاسم السلطة عن الصراع التقليدي الذي اتسمت به العملية السياسية منذ العام 2003؟ وكيف تراقب إيران هذا الصراع المرير بين أهم حلفائها في العملية السياسية وتداعياته على نفوذها الراسخ في العراق؟ ضيوف الطاولة: مثنى حرف الضاري، لقاء مكي. كل شيء يجري على مضض في جو من الشك والريبة وتزايد الشرخ في المنظومة الحاكمة في العراق، وكأن الانتخابات الأخيرة هي بداية مرحلة جديدة من عمر العملية السياسية. الصدر الذي زهد في السلطة قبل الانتخابات كما صور نفسه يريد أن يكون الرجل الأول عبر توليفته المسمى حكومة الأغلبية، يواجه الآن صعوبة في التفاهم مع شركائه في اللعبة الإطار التنسيقي. فجوهر الخلاف وإن كان يدور حول الفلك الإيراني إلا أنه يتركز حول شكل الحكومة القادمة، حيث أن التطورات الإقليمية والمحلية أفرزت رؤى جديدة في كيفية الموازنة بين التبعية لإيران وتخفيف الاحتقان الشعبي وتجنب تبعات العقوبات التي تطال إيران. من هذه النقطة يحاول مقتدى الصدر إيهام الشارع بالتغيير عبر ما دعاها حكومة الأغلبية. في الطرف المقابل، الإطار التنسيقي غير مستعد على ما يبدو لتقديم أي تنازلات تضر بأجنحته الميليشياوية التي عمدت إلى المصادمات الأمنية وهددت بتفجير الأوضاع. فأصبحت لهجتها تنذر بسيناريو شبيه بما حصل بعد عام 2006 عند تفجير المرقدين في سامراء. فمنذ بدء أزمة ما بعد الانتخابات لا يكاد يخلو تصريح لقادة الأحزاب من مصطلح السلم الأهلي، وهي طريقة تعبر عن عقلية هذه الأحزاب التي تربط مصيرها بمصير البلاد وتقحم الشعب العراقي المقاطع للانتخابات في دوامة الصراع الحزبي. العملية السياسية بعد قرابة عقدين لم تعد تمتلك النفس الطويل لترقيع التشققات الحاصلة في عباءتها، لكنها لا تريد المخاطرة بمسارها الذي يضمن لها البقاء، وفي الحالتين تعد نكبة على الشعب العراقي. فالساسة عندما يتوافقون يتفقون على الفساد ونهب الثروات، وعندما يختلفون يلجؤون إلى تفجير الشارع. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في صراع التقاسم الجديد للسلطة في العراق بعد الانتخابات الأخيرة بين أبرز قطبين في العملية السياسية، الصدر وإطار الميليشيات التنسيقي. ضيوف طاولة: الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب والأكاديمي والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا وسهلا.
لو بدأنا مع دكتور مثنى حارث الضاري، دكتور هناك من بات يتحدث عن صراع مرير على تقاسم جديد للسلطة بعد الانتخابات الأخيرة، طبعا قطبا هذا الصراع هم تيار الصدر وإطار الميليشيات التنسيقي. هل فعلا هناك تقاسم جديد للسلطة، صراع من أجل تقاسم، إقرار تقاسم جديد للسلطة يختلف عن التقاسم اللي أقر بعد عام 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هناك صراع، لكن هذا الصراع شكلي لأنه ليس صراعا حقيقيا بين قوى ومكونات قديمة وجديدة من أجل صياغة عملية سياسية جديدة أو نظام توافقي جديد، وإنما هي نفس القوى السياسية التي كانت منذ ساعة الاحتلال وحتى اللحظة. الفارق أن هناك أحد الأطراف، لأن كما تعرفون عملية سياسية نتيجة يعني سياسة المحاصصة الطائفية والعرقية انقسمت على ثلاثة دوائر أو مخيمات أو مربعات، فهناك خلاف في أحد هذه المخيمات، أحد هذه المربعات، على تبادل مواقع النفوذ بسبب حجم الأصوات التي ظهرت في أو الذي ظهر في الانتخابات الأخيرة. إذن ثلث من العملية السياسية أو ثلث من أشكال القوى المشكلة للعملية السياسية فيه خلاف، تقدمت أطراف وتراجعت أطراف. فمن حيث الشكل هناك تغيير، ما تقدم التيار الصدري في مقابل ما يسمى بقوى الإطار التنسيقي الجامعة للميليشيات المعروفة، لكن من حيث التركيبة العامة للعملية السياسية ما زالت هي نظام التوافق القائم على المحاصة أولا، وثانيا نظام التوزيع أو اتفاق على توزيع الحصص السياسية وغير السياسية بين القوى جميعا، سواء التي كانت تمثل ما يسمى القوى الشيعية والقوى الكردية والقوى السنية العربية. فإذا هو تغيير شكلي وليس تغيير حقيقيا، ولكن المقصود بالتقسيم الجديد هو أن هناك فاعلا أساسيا ومؤثرا في النظام السياسي في العراق إلى جنب الولايات المتحدة الأمريكية وهي إيران. النظام الإيراني لديه مروحة واسعة جدا من الأطراف المتعاونة معه في العراق، وهذه الأطراف يقدم في كل مرحلة طرفا ما. في هذه المرحلة بسبب ظروف معينة تقدم التيار الصدري الذي وليس فرس رهان معروفة أو معتادة كما يشاع للنظام الإيراني في العراق، لكن النتيجة واحدة. إيران لديها من وجهة نظري لديها خيارات كثيرة، ليست كباقي القوى دولية وإقليمية يعني تراهن على طرف ما فقط، وإنما لديها عدة أطراف. هذه الأطراف بتشكيلتها العامة تخدم المصلحة الإيرانية في العراق. لديها الخطة ألف، الخطة المفضلة أن يكون في الواجهة دائما. اسمح لي سنتحدث لاحقا في الحلقة فقط عن إيران، هذه الجزئية تفضل فقط. فلديها أطراف مفضلة كانت تقود الحكومة منذ الاحتلال إلى الآن كحزب الدعوة مثلا، نعم. المجلس الأعلى بانقساماته الأخيرة وغيره، لكن هذه المرة هي مضطرة للتعامل مع التيار الصدري، فإذا ستنتقل من الخطة ألف إلى الخطة باء. فهذا هو المقصود بالشكل الجديد من حيث الظاهر ولكن ليس من حيث المحتوى. نتحدث عن إيران، كيف تراقب هذا الصراع؟ هل ستترك هذا الصراع يتمادى يصل ربما يهدد نفوذها في العراق؟ لكن قبل أن نتحول إلى ضيفنا في الدوحة دكتور لقاء مكي، لماذا لم يتفجر هذا الصراع في السنين القادمة بين ما يسمى بالبيت الشيعي بهذه القسوة بهذه المرارة؟ الحقيقة هناك الصراع واتهامات، والحقيقة القضية فيها تبادل وتصفيات واغتيالات. هذا الصراع هناك من يتحدث أنه هو الأقسى، هو الأخطر على العملية السياسية. قصدك في السنوات الماضية؟ نعم. الصراع هو قاسي وليس جديدا، وإذا عدنا الشريط قليلا إلى الوراء، نعم، سنتذكر ماذا جرى على سبيل المثال في عهد حكومة المالكي. نتذكر أحداث الفرات الأوسط، نتذكر أحداث الزرقان، نتذكر صولة الفرسان، نعم. إذن كان هناك كما يقال كسر عظم كبير جدا، نعم، وخطير. لكن هذه المرة حتى في 2004 على مواجهات بين التيار الصدري وبين بدر والمجلس الأعلى من بالضبط، نعم. فهو إذن ليس جديدا، نعم، ولكن بعد فترة توافق ما وهدوء لعل هناك مفاعيل كثيرة أثرت في هذا الموضوع، من أبرزها هي ثورة تشرين، نعم، أوجدت خلينا نقول حراكا جديدا، أوجدت ساحة جديدة، أوجدت مزاجا جديدا. حجم الإجرام الكبير الذي قامت به الميليشيات التابعة للقوى التقليدية حزب الدعوة والمجلس وغيره خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 ف
في المدن المنكوبة ثم تصديها بالسلاح والدم والنار لانتفاضة تشرين جعلت هذه القوى تتراجع عند الناخب الشيعي. نعم. تظهر قوى أخرى في الظاهر تتحدث عن مطامح الناس والشباب وغيره ولكنها تسعى لأهداف خاصة. أنا أعتقد هذا هو العامل الرئيسي في هذا الموضوع. أشكرك دكتور لقاء مكي. أولا أهلا وسهلا بك دكتور لقاء. مع الأسف نعود إلى إن شاء الله ضبطونا الخطوة دكتور. ظروف تحدثت عن جزء من الظروف الداخلية اللي أملت هذا الصراع، ظروف الخارجية كيف لعبت دور في تأجيج هذا الصراع الذي يريد أو يراد من خلال الوصول إلى تقاسم جديد للسلطة يختلف تبعا لمسائل قضايا معطيات في الداخل انتخابات وثورة تشرين، الإقليم والدولي كيف؟ نعم طيب نخلي السؤال للدكتور لقاء. دكتور لقاء مكي مرحبا بك. مرحبا أهلا وسهلا دكتور. تحدث دكتور مثنى عن معطيات في الداخل أملت هذا الصراع الجديد باتجاه تقاسم جديد للسلطة في العراق يختلف عما كان هذا التقاسم عما كان في المرحلة السابقة. الظروف الخارجية إقليمية أو دولية كيف لعبت دور في اتجاه الأمور باتجاه صراع على تقاسم جديد للسلطة؟ نعم شكرا جزيلا. هو حقيقة أولا هناك امتعاض دولي عام وإقليمي من طغيان الميليشيات في العراق، وهذا الطغيان طبعا تسبب بإرباك العلاقات بين العراق والدول الإقليم بشكل عام ولا سيما العربية منها، وأيضا جعل من قدرة العراق على تكييف نفسه ضمن الإطار الدولي أكثر صعوبة. هناك تأييد عام لحكومة الكاظمي إقليميا ودوليا ورغبة بتقويتها وأيضا رغبة بتقويض سلطة أو نفوذ إيران في العراق، وهذا الأمر أعتقد كان مشترك بين دول عديدة يعني سواء في الإقليم أو خارج الإقليم. وظني أن هذا الأمر شجع حقيقة شجع الذين أو الأطراف التي لديها مشكلة في وجود النفوذ الإيراني، أو على الأقل أعتقد أن العراق بدون هذا النفوذ يكون حالة أفضل، شجعها على أن يعني تعمل بالاتجاه الذي لا يتطابق مع ما كان مع المجريات التي كانت قائمة قبل هذه الانتخابات. كانت إيران خطوة أكبر حتى مع وجود إرادة دولية لكنها لم تكن منظمة، وكانت الولايات المتحدة بشكل خاص تنسق مع إيران في العراق، يعني باستثناء 2018 وكان يعني ترامب جديد في البيت الأبيض، لكن عموما في زمن أوباما كان التنسيق على أعلى مستوى بين إيران والولايات المتحدة في اختيار رئيس الوزراء في اختيار الرئاسات كلها في الانتخابات، ولذلك إيران كانت تحظى دوما بالأرجحية لأنه كان الولايات المتحدة تعطيها هذا الحق أو تعطيها هذا الامتياز لكل الحق. طبعا الدول الإقليمية لم يكن لديها يعني القدرة الكاملة بدون مساندة دولية ولا سيما من الولايات المتحدة. هذا الأمر هو الذي جعل الحقيقة المتغير الجديد جعل إمكانية التحرك السياسي الداخلي بغطاء دولي وإقليمي أو تأييد دولي وإقليمي أكثر أريحية، وجعل الولايات المتحدة أيضا أو جعل الإيران أيضا أكثر إدراكا لصعوبة مهمتها في العراق من المرات السابقة، ولذلك نراها أصبحت أكثر حذرا تعاطي مع المجريات الجديدة وربما أكثر استجابة حقيقة لتداعيات أو يعني الشكل الجديد للعلاقات في داخل العراق. دكتور تتحدث عن قضية أنه هناك استياء أو سخط شعبي العفو دولي إقليمي من طغيان الميليشيات وأنها تدعم حكومة الكاظمي في محاولة لجم الميليشيات أو التصدي لها، هل ثمة فاصل تمييز بين حكومة الكاظمي وبين الميليشيات؟ يعني هل النظام الرسمي في الإقليم أو دوليا
يعتقد أنه ثمة فاصل وتمايز بين حكومة الكاظمي والميليشيات؟ هذا معايز دكتور سمعتني؟ معاي هذا الكلام يعني السؤال اللي إيه, إيه لك لك دكتور لك تفضل. طيب أنا أعتقد نعم هناك قدر كبير للتمييز وهذا التمييز كان واضح جدا سواء في المعطيات المتعلقة بعلاقة الكاظمي بالغرب ولا سيما الولايات المتحدة أو حتى بدول الإقليم العربية. نعم كان هناك تمييز وأحيانا هذا التمييز كان يتضح أيضا بسلوك الميليشيات أو القوى المؤيدة لإيران التي لم تكن يرضيها وعبرت عن هذا عدم الرضا هذا من خلال يعني تصريحات علنية حتى ضد الدول التي كانت يقترب منها الكاظمي ويقيم معها علاقات كانت تنتقد التصريحات التي تصدر من الحكومة العراقية القريبة من السعودية أو من الدول العربية أو قريبة من حتى الولايات المتحدة. نعم هناك فرق هناك تمييز وهناك بالحقيقة فارق بينهما. يعني نعم الميليشيات لها نفوذ قوي في الحكومة ونفوذ قوي في السلطة وفي البلاد بشكل عام، لكن نحن نتكلم عن حكومة بطبيعة الحال حكومة الكاظمي ليست حكومة قوية وليست حكومة نافذة، لأن البلد العراق هو عموما فيه مراكز قوى عديدة، الحكومة ليست هي الأقوى في الدولة وهذا معروف سواء الكاظمي أو سواء الكاظمي، الحكومة ليست الطرف الأقوى، هناك مراكز قوى عديدة، الميليشيات تمثل أحدها بل هي ربما تكون أبرز مراكز هذه القوى. نعم أشكرك دكتور. دكتور مثنى، هذا الصراع لو أنه انتهى نجح أو يعني الأقوياء في الصراع وتقاسم السلطة تقاسم جديد أقر تقاسم جديد لهذه السلطة، برأيك من هم المتقاسمون الأقوياء للسلطة أبرز المتقاسمين لهذه النسخة الجديدة من هذا التقاسم؟ أنا أولا أتفق مع الدكتور لقاء مكي في أن هناك قدرا ما من التمييز بين الكاظمي وبين الميليشيات، لكن النظام الإقليمي والدولي يعي تماما أن هذا التمييز ظاهري، إلى الآن يغفلون عمدا مدى قدرة الكاظمي على الاستفادة من هذا التمايز في جعل مسافة حقيقية بينه وبين هذه الميليشيات. هل يستطيع منع مراكز القوة التي تحدث عنها الدكتور وكل كلامه في مكانه يعني وكله يصب في توصيف الصحيح للحالة في العراق، هل يستطيع الكاظمي أن يستفيد من هذا التمايز في لجم مراكز القوى هذه؟ وجهة نظر لن يستطيع. إذن ستكون القضية هي مجرد تلميع لحكومة الكاظمي تستفيد منها أطراف إقليمية ودولية لأغراض سياسية، أو أنها تمهد لمرحلة معالجة طويلة الأمد لا تتفق مع ما يريده العراقيون. العراقيون يريدون حسم نزاع، يريدون حسم صراع، يريدون حسم مشكلة، وليس تأخير المشكلة والتعويل على شخص ضعيف كشخص الكاظمي. وهنا أيضا أتفق مع الدكتور لقاء مكي، ممكن أنه يتطور، لكن متى؟ كم مدة حكم نحتاج كعراقيين حتى المال حتى الكاظمي يستطيع أن يصل إلى مرحلة ما أن يقف وجه الميليشيات؟ أعتقد وليس هناك أي خطوة باتجاه أبدا، فأعتقد بأنها يعني خطوة سياسية دولية وإقليمية لإقناع الرأي العام الدولي بجدوى دعم الكاظمي. الشق الثاني للإجابة عن سؤالك، المتقاسمون الجدد من هذا التقسيم الجديد الرئيسيون المتقاسمون الجدد هم نفسهم المتقاسمون القدماء. الصراع الآن هو في بقائهم جميعا وفق تركيبة ما توافقية متفق عليها أو استبعاد هذا أو ذاك. الشد والجذب حاصل الآن بين التيار الصدري والإطار التنسيقي فيما يتعلق بالمالكي، هل سيكون المالكي ضمن هذا التقاسم الجديد أم لن يكون ضمن هذا التقاسم الجديد؟ الإطار التنسيقي بوده أن يقفز على مرحلة المالكي ويروح مع الصدر لأنه يسعى لمصالحه، لكن صعب عليه جدا أن يتجاوز المالكي، والمالكي أيضا صعب عليه جدا بأنه لا يكون في إطار هذا التنسيق وهو كان مهيمن على الحياة السياسية سواء هو أو حزبه حزب الدعوة. والتيار الصدري يتمنى أن يحكم وحده في إطار ما يسمى حكومة أغلبية وطنية، هذا الشعار
هذه نعم. الشماعة التي يعلقون عليها، ولكن هي حكومة صدرية بإطار واسع مع شركاء ضعفاء متوسطي الضعف كردا كانوا أو عربا، يتمنى أن يكون هو وحده معه، لكنه يعي تماما أنه لا يستطيع، فسيقدم تنازلات للآخرين. مدى مقدار التنازلات الذي يسمح بتشكيل حكومة سنخضع لوقت طويل جدا، وأنا الذي أتوقعه أنه ستعود سياسة التوافق، سيكون الفارق تقليل حجم الطرف الآخر بنسبة 10 إلى 20%، وما إلى ذلك. أما تغيير شامل جذري بمعنى استبعاد طرف ما، لا يمكن. هذه العملية السياسية والنظام السياسي بني على أساس التوافق بين هذه الأحزاب والميليشيات التي جاءت مع الاحتلال أو قبل الاحتلال أو بعد الاحتلال، وتوافقت على بناء هذا النظام السياسي برعاية أمريكية إيرانية. أكو نوع من الصراع الأمريكي الإيراني لأسباب معروفة ومعلومة، ملف مفاوضات مستمر، ملف المفاوضات نفسه طويل عند الطرفين، كلا الطرفين الأمريكي والإيراني مستفيد من الوقت، ما عندهم مشكلة، تراضوا جميعا هذا المطلوب، ما تراضوا جميعا استبعاد أحدهم من اللعبة مقابل تطمينات، مقابل مصالح ما، مقابل وعود بالعودة في مرحلة لاحقة وما إلى ذلك. دكتور، لقاء بهذا التقاسم الجديد للسلطة استنادا إلى معطيات الداخلي والخارج، تتوقع سينعكس إيجابا على الوضع في العراق، سيغير من واقع العراق الحالي شيء يعالج للتشوهات والتصدعات والخراب الموجود في البلد، سيحدث شيء ما على الأقل، ربما هذا الخطوة مرحلية متدرجة لمراحل لاحقة؟ والله أستاذ ماجد، أنا أعتقد أنه الأمر عسير، يعني لا أعتقد أن التغيير الآن، حتى لو نجح، لو افترضنا أن الصدر نجح بتشكيل حكومة تغلبية، أقصد التيار الصدري، ومشت أموره، لكن سيقابل بمحاولات هائلة ومؤذية من قبل المعترضين من خصومة بين هلالين الشيعة في الإطار بإفشاله، والإفشال سيكون متعدد الأوجه، ليس فقط من الناحية الأمنية وقصف عشوائي على المطار أو المناطق السيادية، ولكن أيضا بتخريب مؤسسات الدولة. هم لديهم نفوذ كبير في مؤسسات الدولة سواء الأمنية أو الخدمية، وسيكون هناك تخريب واضح متعمد يصل إلى حد العصيان المدني. وبالتالي أعتقد أن أي حكومة يعني تتلد ستكون يعني في هذه في إطار ما يسمى بالأغلبية ستواجه معضلة كبيرة حقيقة. وحتى ولو جرى التوافق فمعناته نحن حنبقى في نفس الدوران، في حلقة، في نفس الحلقة المفرغة من التقاسم والمحاصصة، ولن يكون هناك شيء جديد حقيقة. لا أظن أنه في كل الحالات سيكون هناك متغير أو تغيير جوهري في المرحلة المقبلة، لكن علينا أيضا أن نفترض أن هناك أفتح صدق في العملية السياسية، لا يمكن هذه المرة الحديث عن إمكانية ترقيعها. الصدق يكبر، هو صدق قائم منذ بدايته بالحقيقة، لكن بلغ الآن مرحلة هذا التصدع لا يمكن إخفاءه ولا يمكن التعاطي معه واستمراره. يعني في كل الأحوال العملية السياسية تجري إلى منطقة محاولة إنقاذها أصبح أخطر من محاولة الإبقاء عليها، وبالحالتين العراق سيدفع أيضا ثمن، يعني ثمن كبير لهذا الفشل المزمن والمتكرر بالتأكيد. نعم دكتور، الحقيقة هناك من ينظر إلى هذا الصراع الموجود الآن والقائم بين التيار الصدري وبين إطار الميليشيات وهذه اللغة الحادة والشرسة والتخوين والتصفيات والاغتيالات المتبادلة والتي طبعا يعني يقرأ عنها يوميا، الحقيقة هو هذا أخطر صراع على العملية السياسية، وقد يهدد بفنائها وذبحها إذا لم يتداركها رعاتها الأصليون الأمريكيون والإيرانيون فعلا؟ يعني أنا أعتقد الأمر ربما حتى أكثر تعقيدا من قصة إيران وأمريكا. نعم، أعتقد أنه الإيرانيين فقدوا الكثير من نفوذهم على أنصارهم، حتى أتكلم عن أنصارهم والقوى المتحالفة معهم بعد نقطة سليماني، وكان له تأثير شخصي مباشر عليهم.
الأمر الآخر أن الولايات المتحدة أيضا فقدت تأثيرها بشكل كبير في العراق، وأعتقد أن المشكلة أصبحت حتى وصلت إلى مراحل ربما من الصعب يعني محاولة معالجتها، مثل المشكلة بين الصدر والمالكي. يعني إيران مهما حاولت الصدر ما عنده مانع يتحالف مع الجميع باستثناء المالكي. دكتور خليني أسألك في هذه النقطة حتى ما تمر، تتحدث أنه الأمريكان يعني انحسر تأثيرهم في العراق والإيرانيون أيضا انحسر تأثيرهم، إذن العراق الحالي واقع تحت تأثير من؟ لا، ما هو احنا نقول انحسر ولكن لم ينتهي. إيه؟ خصوصا بالنسبة لإيران. نعم. أولا العراق واقع تحت تأثير جهات مختلفة، نعترف بذلك، يعني ليس فقط إيران. نعم. هناك أطراف أخرى تدفع المال السياسي وتشجع هذا، ومو بالضرورة من الإطار أو من جماعة إيران، من أطراف أخرى. نعم. هناك تدخلات من كل المناطق، من كل الدول الإقليم وغير الإقليم في القصة العراقية. العراق بلد سياسة منتهكة، وبلد أصبح يعني هش وفي سيولة كبيرة. إيران لها نفوذ أكبر من الجميع، أكبر من أمريكا بالتأكيد، وأمريكا هي من منحتها هذه القدرة على بناء النفوذ. لكن هناك الآن معالم الحساب أصبحت واضحة، كيف إن قائاني يأتي للعراق عدة مرات منذ الانتخابات إلى اليوم ويفشل في أن يجد حل وسط للتعامل بين الأطراف المختلفة والمتنافسة من حلفائهم. هذا بحد ذاته مؤشر على وجود انحسار النفوذ. لكن أن نقول أن النفوذ انتهى هذا أمر غير واقعي، هناك نفوذ كبير وموجود ومستمر. وما الذي أضعف هذا النفوذ الإيراني في العراق دكتور؟ ما الذي أضعفه؟ أسباب هذا الضعف أنت تتحدث عنه؟ نعم، واضح أسباب الضعف الرئيسية هي أن إيران لم تستخدم سوى القوة الخشنة في العراق. وبالنهاية حتى من كان يؤيدها طائفيا، يعني يجد فيها حليف طائفي، أصبح يكرهها ويمقتها لأنها كانت تدعم الأنظمة الفاسدة دوما. كل النظم العراقية الفاسدة هي من دعمها، هي من دعمت كل الطائفية والمحاصصة. الفشل الحكومي والسلطوي في العراق كان بدعم إيران، كل الفشل بما فيها الاحتلال الأمريكي الحقيقة، بما فيها ما قام به الاحتلال من معالم فشل ألقيت على عاتق إيران. يعني إيران أخذت المصائب كلها رغم أنها كانت تريد أن تأخذ المكاسب كلها، بما فيها المكاتب التي كانت مقدرة لأمريكا كانت إيران تريد أن تأخذها لنفسها، أصبحت هي الآن مسؤولة عن كل المشكلات، وهذا حقيقة. الآن في ثورة تشرين احنا نشوف أنه في مدن النجف وكربلاء والبصرة، المدن الجنوبية اللي كانت هي حاضنة للميليشيات وحاضنة للقوى القريبة من إيران، يحرقون صور خامنئي وخميني وسليماني ويهاجمون القنصلية ويحرقوها. هذا بحد ذاته مؤشر على حالة الرفض الشعبي لإيران. هناك رفض شعبي لإيران واسع النطاق ويتسع باستمرار. هذا الاتساع هو الذي يجبر القوى السياسية التي تريد أن تفوز وتريد أن يكون لها جماهير، يجبرها على أن تكون قريبة من الناس بشكل أو بآخر. لذلك اليوم حتى القوى القريبة من إيران واللي هي عميلة لإيران رسمياً ولديها ولاء لخامنئي رسمي وعقيدي لا تجاهر بأنها قريبة من إيران، تحاول أن تضع مسافة، نحن مختلفين مع الجمهورية الإسلامية، نحن كذا، محاولة لإيجاد يعني لمناغمة الشارع الذي يرفض إيران. إلى هذا الحد وصل الآن الانتساب لإيران لن يصبح مصدر فخر في العراق حتى بالنسبة للموالين لها رسميا. هذا الأمر بحد ذاته يعتبر تقدم مهم للوطنية العراقية على حساب التوغل والتغول الإيراني، ولذلك نقول هناك بداية انحسار. أشكرك، شكرا للدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي، وكان معنا في هذا الجزء من طاولة حوار. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ونعود ونكمل الجزء الثاني مع ضيفنا هنا دكتور مثنى حارث الضاري. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تناقش صراع التقاسم الجديد للسلطة في العراق بعد الانتخابات الأخيرة. ضيوف الحلقة الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول قسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وكان معنا في الجزء الأول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. دكتور، تحدث ضيفنا من الدوحة أنه إيران، النفوذ الإيراني في حالة انزواء وانحسار وليس كما كان في السنين الأولى. هل هذا الانحسار أو الانزواء في النفوذ الإيراني متعلق بالحالة العراقية فقط، أم له أيضا أبعاد خارجية، العلاقة مع إيران، النفور من إيران في الإقليم، وأي لهما الدور الأكبر في هذا الدفع، دفع النفوذ الإيراني على العراق؟ بداية أنا نتفق مع الدكتور لقاء مكي فيما انتهى إليه، هو يلحظ بداية انحسار. نعم، وهذا توصيف دقيق، هو ليس انحسارا وليس انتهاء، وإنما بداية انحسار. نعم، وأنا أزيد الأمر تقييدا أكثر، أقول هو بداية انحسار في الجانب المعنوي، الجانب السياسي، بمعنى أن هناك حالة إحراج إيرانية، حالة اضطراب إيرانية لعوامل داخلية كعامل الوطنية العراقية اللي تحدث عنه الدكتور لقاء بسبب ثورة تشرين، وما يلاقيه المواطن العراقي في وسط وجنوب العراق من معاناة كباقي أبناء الشعب العراقي من الدولة التي كان يعتقد أنها الدولة الصديقة، الحليفة، الداعمة، الشريكة في المذهب وما إلى ذلك. فضلا عن ذلك، ما جرى في الأقطار العربية الأخرى وهو يرى المشاهد نفسها تتكرر، تكررت في العراق، يرى المواطن العراقي والعربي أن إيران هي صاحبة الأثر الأكبر في مآسي هذه الدول، فهذا بلا شك يؤثر على الصورة التي كانت تعطى عن إيران. ولكن هل هذا سيؤثر على الوجود الإيراني الفعلي في العراق؟ هل سيؤثر على إضعاف حالة الهيمنة والتغول الإيراني في العراق؟ الوقائع لا تقول عكس ذلك تماما، عكس ذلك تماما. دكتور يعني اسمح لي، كأنه هناك شقين لهذه الهيمنة الإيرانية. نعم، القوة الناعمة انتهت وذبحت بعد ثورة تشرين، بقت القوة الخشنة الميليشيات، ليست وإنما تأثرت. تأثرت، تأثرت القوة الخشنة ما زالت مسيطرة. نعم، ولذلك الدكتور لقاء ركز على موضوع أنه إيران تعاملت بالقوة الخشنة. فإذا هناك مشكلة سياسية، مشكلة دبلوماسية، سميها أخلاقية إن كان النظام الإيراني يراعي الأخلاق. هذه المشكلة ممكن أن تزول بمرور الزمن بعوامل أخرى إقليمية ودولية وما إلى ذلك، لكن هناك أيضا أمر مهم يجب أن لا نغفله في هذا. إذا كانت إيران في هذه اللحظة، إذا كانت إيران تعاني هذا الإحراج، إذا كانت سياستها الناعمة هكذا تعاني في العراق، إذا كانت هناك جهة ما ممانعة متعنتة غير واضحة مجهولة النوايا مترددة لا يمكن التعامل معها كمقتدى الصدر، وهذه تسبب إحراج لإيران. وأنا أعتقد صلب المشكلة هنا إضافة للعوامل الداخلية والخارجية أنه إيران لأول مرة توضع في موضع الاضطرار للتعامل مع مقتدى الصدر، تعامل جدي لأن لديه عدد أكبر من الأصوات. دكتور اسمح، هذا سؤال مهم جدا، أنا أريد أسألك عليه. دعني أكمل الفكرة. تفضل. فإذا هناك أطراف إقليمية ودولية ولا سيما النظام الرسمي العربي في هذه المرحلة الحرجة للنظام الإيراني دخل إلى العراق كرافعة لإيران، بغض النظر عن هذه الدولة أو تلك. كيف رافعة لإيران؟ كيف؟ ذكر الدكتور لقاء بأن هناك أطراف أخرى لاعبة في الساحة العراقية، نعم إقليمية وغيرها، لكنها ليست مؤثرة كالتأثير الأمريكي والإيراني. وهذه غالبا أين تلعب؟ في ساحتنا، الساحة الأخرى اللي يسمونها الساحة السنية العربية. هذه الساحة السنية العربية بدعم هذه الدولة وتلك الدولة تعبد الطريق للآخرين، لأن أصبحت متوافقة مع الحالة الإيرانية في العراق. فإيران في مأزق، وكلنا نسمع أن النظام العربي الرسمي يقول إيران هي الخطر، إيران كذا كذا. طيب، وهذه فرصة سانحة للاستفادة من هذه اللحظة التاريخية؟ لا، هم الآن يعملون كرافعات لمحاولة إصلاح ما يجري في العراق من تراجع للدور أو للأثر عفوا الإيران. الآن إيران إذا هذا الصراع
تصاعد وتنامى، وقد يفضي إلى تهديد نفوذها في العراق. وتحدث تقرير لرويترز أن قائاني في العراق يخشى من تأثر النفوذ الإيراني في العراق. إيران قد تجد نفسها مضطرة لأخذ جانب أحد أطراف هذا الصراع الأقوى والانحياز له وسحق الطرف الآخر، حتى وإن كانت العلاقة معه تاريخية وكان أقرب إليها من بقية الأطراف ما بعد عام 2003؟ سحق لا، ما تعودنا من النظام الإيراني أنه يسحق، خلينا نقول حلفاء وربعة، سواء كانوا شيعة أو سنة أو غير ذلك، ولكن ممكن أن يستبعد طرف، يستبعد فرس من السباق ويقدم أخرى، وهذه الحالة موجودة. ميزة النظام بغض النظر عن ما يجري في العراق، الميزة التي يعني يتميز بها التعامل السياسي الإيراني أنه يتعامل مع عدة خيارات في كل ساحة يتحرك فيها، بخلاف الآخرين، وأقصد تحديدا النظام الرسمي العربي، يركز على خيار واحد ويبقى مع هذا الخيار إلى أن يفشل ثم يجرب خيار فاشل. إيران تجيد اللعب على جميع الأطراف، ليست عندها مشكلة، تأخر المالكي يتقدم يا مجلس الأعلى، تأخر المجلس الأعلى تقدم المالكي، تأخر فليتقدم الصدر، لكنها إلى الآن لم تصل إلى صفقة مناسبة مع مقتدى الصدر من وجهة نظري. دكتور، لماذا هذا الموقف المتشدد من الصدر مع إيران، مع أنه أيضا صديق لإيران وحليف؟ هل هو حقيقة موقف صلب وطني، عنده مشكلة مع إيران أم ماذا؟ المشكلة ليست في مقتدى الصدر، إذا قلنا نحدد المشكلة، نعم، المشكلة في إيران. إيران إلى الآن في تعاملها مع حلفائها حتى الشيعة بين قوسين تتعامل تعامل خاص، هناك شيعة رقم واحد وشيعة رقم اثنين. الشيعة رقم واحد اللي شارك معها في احتلال العراق وإسقاط النظام واللي تربى بحضنها على مدى سنين طويلة وشارك في الحرب العراقية الإيرانية وتم تمويله وإعداده وتدريبه وتأهيله، وهو يسعى من أجل مشروع الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كالأحزاب التي جاءت مع الاحتلال. التيار الصدري يختلف عن هذه الحالة، لأن هذا تيار عراقي داخلي ما كان مشارك في كل هذه الأمور، إذن توجهاته تختلف عنها نسبيا، وإن كانت النتيجة واحدة في خدمة مصالح، للأسف أقول مصالح خاصة، مصالح فئوية تخدم بالنتيجة المصالح الإيرانية. فلاحظ حتى هؤلاء يميزون ويفرقون بينهم فيتعاملون مع حزب الدعوة والمجلس الأعلى وغيرهم، حتى الميليشيات الحديثة الخارجة من رحم التيار الصدري يتعاملون معها بأسلوب آخر كأنهم أبنائهم، بينما التيار الصدري لأنه يمثل حالة عراقية فيها بعد عربي، فيها بعض صراع على المرجعية، وكل هذه يعتقدون أنها مخاطر تهدد وجهة النظر الإيرانية في العراق، فيسعون لاحتواء هذا التيار بطريقة. بس دكتور، هذه تراكم رصيد التيار الصدري في أمام الرأي العام في العراق على أنه حالة مختلفة بالضد من إيران، مسافة بعيدة. مو هذه المشكلة أخي، أنا أتكلم من وجهة النظر الإيرانية، هكذا ينظرون للتيار الصدري. أما من وجهة نظرنا التيار الصدري بما فعله على مدى السنين الطويلة، السنوات الطويلة، وما فعلته هذه الميليشيات يتشابهان في الفعل والقصد والنتيجة، والدليل على ذلك أن المنطلقات التي يتحدث عنها التيار الصدري هي منطلقات وإن كانت في الظاهر وطنية وما إلى ذلك، ولكن جربنا هذه الأمور هي استئصالية في مراحل كثيرة جدا على مدى السنوات الماضية، فالمحصلة واحدة والنتيجة واحدة. لكن الإيراني، أضرب لك مثل، يعني الإيراني يتعامل مع الداخل الإيراني بمستويات مختلفة، يتعامل مع الإيراني الفارسي بطريقة، ويتعامل مع الإيراني العربي بطريقة، مع الإيراني البلوشي بطريقة، مع الإيراني الكردي بطريقة. هذه المنظومة الفكرية للنظام الإيراني نفسها تطبق في العراق، فأنا أتحدث من وجهة نظر الطرف الآخر. أما آثار على المجتمع، آثار على الشعب العراقي، تحدث على مستوى الجرائم المرتكبة من الميليشيات التي هي من كل الأحزاب سواء كانت من الإطار التنسيقي أو التيار الصدري، المحصلة أنه سيصلون، للأسف أقول بكل مرارة، سيصلون إلى نتيجة تخدم المصالح الأمريكية والإيرانية ولا تخدم المصالح العراقية، وستذهب الجهود العربية هباء، ونصل إلى حكومة توافقية. شنو الفرق إذا كان التيار الصدري عنده في هذه الحكومة رئيس وزراء وخمس ست وزارات، وأن يكون في الوزارة وما عنده رئاسة وزراء، أو يكون رئيس وزراء وعنده ثلاث أربع وزارات في مقابل تيار آخر مثل إطار التنسيق عنده سبع وزارات مثل بس ما عنده رئيس وزراء؟ نعم،
إذن هي عملية يعني مكعب يركب كما يريدون. نعم دكتور، واضح أن الإيرانيون مهتمون جدا بهذا الصراع، يحاولون احتواء المتصارعين، التوفيق بينهم، زيارات مكوكية لقاآني، زيارات لكوثراني مسؤول ملف العراق في ميليشيا حزب الله اللبناني. لكن الأمريكيون لم يشاهدوا في هذه حلبة الصراع، كأنهم غائبون على الأقل أمام الرأي العام. يعني لا نشاهد أمريكيين كما يقولون، كما يقوم قاآني وكوثراني والآخرين طبعا. وهي المشكلة كما يسمونه هو البيت الشيعي. نعم. فمن رب هذا البيت؟ من المعني بهذا البيت؟ فالمشكلة إيرانية. الأمريكي حاول أنه ما يظهر، ليش؟ لأنه رتب الأمور مع الأكراد ورتب الأمور مع السنة، وأكو بعض الوكلاء في المنطقة قاموا بترتيب هذه الأدوار وانتهى الموضوع. الآن هو متفرج على الموضوع وعلى مشكلة قاآني. وهنا أعود إلى نقطة ألمح عليها الدكتور لقاء مكي. نعم. اعتقادي الخاص أن غياب قاسم سليماني هو المتغير الرئيس في هذا الموضوع. لو كان قاسم سليماني موجود بدل قاآني، أحيانا نعم سياسات واستراتيجيات وغيرها، ولكن أحيانا الشخصية بما تمتلك من مقومات، بما تمتلك من أساليب، بما تمتلك من خلينا نقول صلاحيات، تستطيع أن تحسم أمورا كثيرة. غياب سليماني أحد أسباب الضعف الدبلوماسي أو السياسة الناعمة الإيرانية في العراق والمنطقة. نعم دكتور، أيضا في إطار هذا الصراع، الإطار التنسيقي، الكل في حالة هجوم على الكتل السنية والكردية، اتهامات أنهم يريدون يخربون البيت الشيعي، يريدون سلب حقوق المكون الأكبر، مع العلم أن الخلاف بين الصدر وبين الإطار التنسيقي، وهؤلاء الحقيقة ناؤون بأنفسهم، ليس لهم من الأمر شيء، لكن تهديدات لهم والقصف لهم ولمقراتهم. والجماعة متعودين على تصدير الثورات والفتن، فإذا يصدرون هذه المشكلة نعم، ويوهمون العالم بأن المشكلة ليست داخلية فينا، لأنهم لا يتصورون أن تكون هناك مشكلة ويكونون هم عامل العرقلة في النظام السياسي بغض النظر عن موقفنا منه. هذا أولا. ثانيا، أن محاولة اتهام جهات أخرى محاولة لإعادة البعد الطائفي، لأنهم عامل التوحيد هذه الميليشيات هو إثارة البعد الطائفي. ثم أيضا يحاولون اتهام الصدر كما يتهمون غيره من الشيعة بأنهم أقرب إلى الطرف الآخر من المذهب أو أتباع المذهب، وهذه محاولة يخلق شرخ بين التيار الصدري وجمهوره وباقي الجمهور الشيعي، فهي محاولة سياسية بائسة. وإلا لما كان المالكي يفاوض الأكراد ويفاوض السنة ويساوم الأكراد ويساوم السنة، لماذا لم يقول بأنه المالكي يسبب مشاكل للتوافق السياسي في البلاد وخرب البيت الشيعي نعم. طيب لما المالكي يهدد الأكراد في مرحلته ويهددهم بأنه وقطع عنهم كل شيء وغيره، ثم بعد ذلك عاد للتحالف معهم بعد أن تم التوافق على موضوع النفط وموضوع الدستور وما إلى ذلك، لماذا ما قالوا أن المالكي سيخرب البيت الشيعي بإعادة الأحزاب الكردية إلى العملية السياسية بقوة؟ طيب لما كانت الحكومة السابقة والحلبوسي رئيسا لمجلس النواب و فنقول متماهي جدا مع أطراف العملية السياسية وله أثر فاعل وكبير جدا في ترتيب كثير من الصفقات بين جميع، لماذا لم يقولوا بأنه هذا تهديد للبيت الشيعي؟ ليش صار التهديد الآن؟ القصة واضحة جدا، هناك أزمة داخل الإطار التنسيقي داخل البيت الشيعي كما هم يقالون، نستخدم مصطلحاتهم نعم. يحاول هؤلاء تصديره والاستفادة منه من أجل صراع سياسي ومكسب سياسي مؤقت. نعم دكتور، يعني هذا التقاسم الجديد لو تم، هل تعتقد أنه سيشكل رافعة أو منقذا للعملية السياسية التي تلقت ضربتين موجعتين في فترة زمنية قصيرة؟ مقاطعة الانتخابات بلغت 90% وقبلها ثورة تشرين التي نادت بإسقاط النظام السياسي الطائفي الفاسد علنا، هاجمت رموزه، هاجمت قادته، هاجمت مقراته. العملية السياسية الآن يعني عند الرأي العام صفر، حتى عند وسط وجنوب العراق اللي كان ربما يعني. هل هذا التقاسم الجديد، التشكيلة الجديدة، ستقنع الرأي العام أن توجها سياسيا أو رؤية سياسية أو شكلا سياسيا مختلفا وهو الذي سينقذ النظام مما آل إليه؟ أبدا. لماذا؟ لأن هناك مستويان، المستوى النظري المعنوي المثالي الذي نتمناه جميعا، وهناك مستوى فلنقل يعني مادي محسوس على الأرض مطبق.
المستوى الأول نعم تعرضت العملية السياسية والنظام السياسي برمته لضربات قوية بدءا بالتظاهرات اللي انطلقت من عام 2010 ثم تكاملت في انتفاضة الربيع العراقي في 2011 ثم في ثورة المحافظات الست في 2013 ثم ما حصل بعد المآسي التي جرت في الموصل والفلوجة وصلاح الدين وغيره وتسيد حالة الحشد الشعبي وقتال الإيراني والأمريكي سوية في العراق ثم بعد ذلك ثورة تشرين ثم بعد ثورة تشرين هذا العزوف الكبير والمقاطعة الواسعة للانتخابات كل هذه نقاط تصب في صالح أن النظام السياسي في العراق بدأ يفقد كثيرا من بريقه من لمعاني عند أصحابه ولا ليس يعني لامعا ولا بارق. نقطة أخرى، نحن منذ سنوات طويلة ذكرنا هذا الأمر وقلنا بأنه مع تقادم الزمن مع كثرة مساوئ هذا النظام السياسي مع إساءته للعراقيين بالتدريج ستصل الإساءة في مرحلة معينة إلى عموم الشعب، حين ذاك سيبدأ الشعب يعي ويبدأ النظام السياسي بالانحسار. هذا حاصل الآن، لكن متى سينحسر؟ إذا كان هذا فلنتحدث عن أنظمة طبيعية، بلاد ليس فيها احتلال، بلاد ليست فيها مؤثرات دولية وأقليمية، بلاد متروك الأمر للصراع السياسي بين أبناء، لكن بلدنا محكوم باحتلالين. فإذا قسنا الحالة على حالات دول أخرى نعم هذا تطور طبيعي، ننتظره كم سنة أخرى ممكن أن ينتج ثمار خلف نسميها ربيعية، لكن الحالة في العراق تختلف. العراق واقع تحت احتلال أمريكي وتحت مثال، هل يمكن لبلد اقتصاده مو صفر تحت الصفر وتحت الصفر بدرجات بدركات كثيرة أن يحافظ الدينار العراقي على مستوى صرف معين؟ نعم. لو لم تكن هناك إرادات دولية ساندة له من أجل إعطاء صورة ما عن العراق. دول الآن مستقرة وصاحبة اقتصاد كبير جدا ويتم التلاعب باقتصاده صعودا ونزولا، فما بالك بدولة خرجت من مسمى الدولة الاقتصادية، خرجت من مسمى الصناعة، خرجت من مسمى الزراعة، ودخلت في حظن قوائم الفشل الدولية التي بل دولة هشة ما بعد الفشل الفاشل، ما بقى الدولة هشة وما نعم. دولة لا يصلح للعيش. فإذا نعم. هناك شيء على الأرض وهو أن هذا النظام السياسي مهما وصل إلى درجات أي درجة من درجات الانحطاط، الراعي الأمريكي نعم. والراعي الإيراني سيبقيان يحميانه بكل ما يستطيع. استكمالا لهذه النقطة، كل التقارير في الداخل تتحدث عن أنه العراق بيئة لتبييض وغسيل الأموال المنهوبة من المال العام، ومفوضية الاتحاد الأوروبي تخرج العراق من دولة تغسل أموال وتبيض أموال وأنه بيئة آمنة للاستثمارات أو الأموال. يعني هذه آخر هذا الإخراج بناء على إرادة دولية معروفة. نعم. هذا الإخراج بناء على سياسة التعامل مع العراق، وإلا العراق بيئة الآن لكل شيء يكاد ينافس بيئات أخرى في العالم بل يتقدمها. العراق هذا أحد الأسباب استمرار النظام السياسي القائم. نعم. أنه لا يمكن أن يوجد هكذا مثال بلد مفتوح منهوب تستطيع أن تمارس فيه كل شيء بدون رقيب بدون عتيد، ثم تأتي أمريكا وتبصم لك بأنه بيئة آمنة. دولة ديمقراطية. دولة ديمقراطية. أشكرك دكتور. شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان ضيفنا في حلقة طاولة حوار ناقشت صراع التقاسم الجديد في للسلطة في العراق. كما أشكر أيضا ضيفنا من الدوحة الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.